على بركة الله ينطلق شوطنا الثامن. هذا الشوط الذي خصص للجعدان. نزير مع مقدمة الشوط. ناخذ المركز الأول شاهين راشد محمد بن عبلان الاكتبي، بينما المركز الثاني يتواجد شعار مميز، شعار سيد محمد بن حمد العكوي السلمي يقدم لنا شاهين. أيضا شاهين تتحدي هذا الشوط بينما الوزول والتحدي من قبل مذخور لسعيد بن شطيب بن سعيد بن عامري الاكتبي الذي بدا يتحرك على المركز الثاني بينما رابع المراكز نتاخر. نرى ايضا القدوم شعار بوسالم التبر، التبر اللي وصل في هذه اللحظه وسلاله التبر وحضور التبر احد السلالات القويه. عبد الله بن سعيد بن خليف الكعبي يتواجد على المركز الرابع وخامسا حاضرا هناك. ايضا من وصل شاهين شعار العمري لينضم محمد بن سالم بن حمد العمري، خذ المركز الخامس في هذه اللحظه. هناك الاسماء المتواجده والحاضره خلف الخمس المراكز الاولى. تابع شوف راقب للتحديات. نعود مع المقدمه ومع صداره الشوط مع المركز الاول الحاضر وايضا لازال على القياده اللي هو شاهين لسيد راشد بن حمد بن عبلان الاكتبي مسيطرا بقياده هذا الشوط بالمركز الاول. سيطره فعاله وسيطره مميزه قياده هناك ايضا لتحدي هذا الشوط بالمركز الاول. ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء وعلى هذا الحضور الجميل لقدم شاهين. الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شوف 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 الاندفاع. شاهين لازال على قيادة الشوط بالمركز الأول مسيطر على البداية ومسيطر على القيادة لسيد راشد بن حمد بن عبلان المركز الثاني القادم. مشاهدينا الكرام التبر، التبر على المركز الثاني. عبد الله بن سعيد بن خليفة الكعبي مسيطرا على المركز الثاني. المركز الثالث ثالث المراكز وصل وتحرك هناك على المركز الثالث شاهين محمد بن سالم بن حمد العمري وصل بالطير القادم بقوة. وصل شعار بن مصلحة، وصلت الأسماء القوية. شوف تابع تابع الأسماء الحاضرة. وصل 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 بسم الله بسم الله وما شاء الله تبارك الله. غير شاهين غير شاهين وانطلق سيطر على المركز الأول. بدأ هنا يقدم حضوره يقدم تواجده لسيد مبارك بن سعيد بن سالم الزرعي أحد المحتكرين للنواميس. وصل الدكتور وصل الدكتور شاهين شاهين على المركز الثاني لسعيد بن سالم الشيخ بالمركز الثاني. ولكن مقدمة الشوط مقدمة الشوط مع أيضا شاهين شاهين اللي على الصدارة على المقدمة لسيد مبارك بن سعيد بن سالم الزرعي. سلام سلوم بوسعيد سلام سلامي على هذا الأداء الجميل بدون أي أوامر. وصل بن مصلح وصل وصل بن مصلح في اللحظات الأخير
غيره ولكن شاهين 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 هو الأبرز في هذا الشوط. تهانينا لمبارك بن سعيد بن سالم بسم الله. المركز الثاني لسيد عبد الله بن سعيد، أيضا عبد الله بن سعيد بن مصلح. والمركز الثالث وصل في مشاهدينا الكرام ليحمل رقم 35 غير مدون، والمركز الرابع أيضا غير مدون. على العموم تهانينا والناموس لسيد مبارك بن سعيد بن سالم الزرعي على فوز شاهين بهذا الشوط 4 دقائق و54 ثانية.